اللي أنا أقدر أسويه إنه نغير من واقع الأغنية العراقية. راح تقول لي ليش؟ مرت سنين قبل هاي الفترة، يعني آخر سنتين أو شيء، أو قبل آخر ثلاث سنين مرت شوية حقبة على الأغنية العراقية، صارت مبتذلة، صارت ما إلها معنى، صار إلها ناس طبقة معينة تسمعها، الناس السطحية، ناس زين. بس أكو مجموعة بقوا محافظين، أكو مجموعة بقوا محافظين. فإحنا أنا من الناس اللي آخر ثلاث سنين غيرنا من مود الأغنية، يعني غيرنا من مود الأغنية العراقية، سويناها أغنية إلها معنى، أغنية صح. بها عمق، بها موضوع، بها لحن، بها حلو. فلهذا إذا تشوف أنت مثلا حاليا أحتاجك أغنيتي مثل على سبيل المثال، أغنية وين، أغنية هاي الوين اللي بها موضوع كلش عميق، وبها بها موسيقى، بها خيال، بها موسيقى حلوة، فالناس يعني ضربت، إذا هذا إنجاز صح، العالم بلشت تسمع أغاني الصح صح. أنا الحمد لله يعني من الناس اللي نحب نوصل الناس لهاي المرحلة.